وين وصلتوا بيه؟ وهل اكو شيء استجد على ارض الواقع؟ اكيد يا طبعا. بالمناسبه احنا اطلقنا دعوه واستماره ونملت هاي الاستماره واستدعيناهم وتم فحصهم. بالمناسبه احنا عندنا الفحص مالتهم، الفحص الطبي واللياقه البدنيه كل هذا عندنا، وعندنا كل الامور مفصله تقريبا. احنا الان منتين ننتظر فقط اقرار الموازنه. يا هالموازنه هاي نعم. اللي واقف عليها الشعب. اي نعم اقرار الموازنه. تعرفين هاي رواتب، هاي رواتب يعني من اعيده للجيش مره ثانيه. نعم اكيد لازم له تخصيص مالي. اثنين حتى بعد ما ينعادون ان شاء الله يعني يرجعون، ما راح يروح قبل للوحده مالته، لا راح ندخله دوره اعاده تنظيم من جديد 3 أشهر 4 أشهر حسب الصنوف، كل من وصنفه، مشات الدرع المدفعيه، يعني يعاد تدريبه حتى يعني نعم يعني اقل واحد اذا طالع بال 2008 صار له بحدود خلينا نقول 15 اعاده تاهيل تقريبا 10 سنين هو عايف الدوام مالته، هذا يسموه اعاده تاهيل. الفحص كان دقيق لان تعرفين اكو بيهم مثلا تمرضوا، اكو بيهم انصابوا، هذا كله احنا شيكناه. حتى موضوع اللياقه البدنيه الغير هذا كله تم اعداده وانتهينا من كل شيء. يعني مديريه اداره الاداره حقيقه ومشكوره مديريه اداره المراتب انهت كل الامور من خلال اللجنه اللي تم تشكيلها في وزاره الدفاع. ومثل ما قلت لك احنا ننتظر فقط التخصيصات الماليه في موضوع اعادتهم الخدمه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، لان هذا الموضوع مهم جدا ويمس شريحه اكيد. هم الناس صار لهم فتره طويله حقيقه ينتظرون. يعني ينتظرون هذا الشيء، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرج عن الجميع.